امي شخصيه حد مالفها فاتالفت صح يعني عارف يعني لما الاب بيموت وهو بيموت تحضني تحضنني لي راح راح يا ولا اما افلس واتامم يعني ويبقاش معايا ولا مليم والجرايد بتكتب ان انا اغنى واحد شوف الام تقول ايه وانا رايح معيط مش لا ادفع مصاريفي ابني في المدرسه فتقول لي واد يا نوح اوعى تقول للناس انك انت ما عندكش انت دلوقتي مش قالوا عليك انك انت عندك واحنا الحمد لله هو على باب الكريم او اه تقول لي خلاص اللي بيحبوك حباته فرحانين يا ولا واللي بيكرهوك حيناموا متعذبين يا ولا عشان فاكرين عندك كتير وانت كده الكسبان في الحالتين اللي حبوك فرحوا واللي كرهوك زعلوا تقعد تضحك أنا لحد النهارده عندي الخصلة دي يا يوسف، مم. أنا يوسف ما أقدرش أقعد جنب ابني وإيدي مش فيه، مم. أنا يوسف ما أقدرش أقعد جنب إخواتي أو أولادي ومش حاضنهم، لازم حد إيده في إيد حد أو في ضهر حد، مم. اللي هو التراسل ده، تقول لي أمك علمتك فن؟ لأ علمتني إنسانية الست دي أمي